اللي انا ليا ابن خالي تمام في دوله عربيه، وانا بجيب العربيات وهو عارف العربيات دي اللي انا بجيبها. طلب مني ان انا اجيب له 4 عربيات، وفي نفس الوقت هيشتري مني العربيات ديت بالقسط. هل هيكون فيها حرمانيه؟ اذا تملكت السيارات تملكا كاملا اعرضها عليه ان شاء ابى وان شاء اتم. ثاني يا شيخ معلش الجزئيه دي، اذا تملكت السيارات، اذا تملكت السيارات تملكا كاملا نعم، خيره بعد ان تتملكها، قد يوافق وقد يرفض، اعطيه حق الخيار بعد تملكها، لان النبي قال لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك في الروايه الاخرى. الله الله، اذا انا لو تملكتها لملكي ودفعت فلوسها وجيت بعتها تخيره. طب الاخت ليس هناك، لا الاخت حيله. انت يا اخي انت في مصر ولا في دوله ثانيه الان؟ في مصر الان، ولكن المصري الان اللي حاصل في مصر الان موظف مع زملاء، نعم، هو معه مبلغ من 20-30 ألف، ليس له في التجارة من نصيب، تمام، ليس تاجر. بيجي زميله يقول له يا أخي تعال هات لي تليفون، تعال هات لي ثلاجة، تمام. هو بيروح هو عند صاحب بياع الثلاجات يقول له انتقي. طب معلش خلي في سعة صدر عندك، انا اتذكرت حاجه كان فيها شبهه وسبتها في يوم من الايام، ان البنوك الاسلاميه ما في بنوك اسلاميه، ما في حاجه اسمها بنوك اسلاميه. ان هم كانوا بيشتروا السيارات بره وبعد ما يتملكوها يبيعوها بالاقساط. يا اخي كلامك غلط، كلامك غلط. البنوك التي كلام غلط، البنوك التي يدعون انها اسلاميه يمض المشتري المقترض على البيع قبل أن يتملكوها. الله، هنا الحرمانية، نعم تمام. السلام عليكم.